بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نرحب بحضراتكم مجددا مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات على أرضية ميدان الشحانية ضمن تحديات ومنافسات مهرجان. المؤسس متابعين الكرام انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا 22 في تعداد أشواط هذا المساء. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن التويوتا لاند كروز بيك أب المرصودة للفائز بالمركز الأول. أتقدم بالبداية أتابع قدوم مع المركز الأول بشعار حمد بن محمد بن ماجد البريص المري، من يقدم لنا انطلاقة قدوم على المركز الأول. بينما المركز الثاني الحضور والانطلاق مع سلام، مرحبا بسلام وانطلاقة سلام بشعار سعيد بن راشد الزعبي مع المركز الثاني، يقدم لنا اندفاع سلام على المركز الثاني. بينما المركز الثالث تتابعون هذه الأسماء المنطلقة، هذه الشعارات الحاضرة، مرحبا بشعارك هيا بن برقان القادم والمنطلق مع الجزيرة. محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا الجزيرة مع المركز الثالث. المركز الرابع حضور صنف بشعار حمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي الهيضة، يقدم لنا صنف مع المركز الرابع. أو هنا الأسماء الحاضرة مع المركز الخامس، قدوم وانطلاق متابعين الأعزاء عالية بشعار محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري أبناء دولة الإمارات القادمين من أجل المشاركة في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نعود بعد ذلك إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول ومن تسيطر على التحدي الأول. هنالك قدوم لتؤكد لنا حضور وقدوم هذا الشعار، شعار البريص مع المركز الأول. حمد بن محمد بن ماجد البريص المري يقدم لنا تحديات قدوم مع المركز الأول. بينما المركز الثاني حضرت سلام ليتقدم الزعبي، انطلاقة سلام مع المركز الثاني. سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا تحديات سلام مع المركز الثاني. المركز الثالث متابعين الأعزاء القادمة في هذه اللحظات، هنا صنف شعار حمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي، من يقدم لنا صنف وتحدياتها على المركز الثالث. بينما المركز الرابع تتابعون انطلاقة عالية بشعار محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، من يقدم لنا تحديات شعاره على المركز الرابع. المركز الخامس من القادم في هذه اللحظات المقدم لانطلاقة شعاره؟ هنا الأسماء المنطلقة، هنا هوايل بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي، ولكن العودة مجددا إلى مقدمة الشوط، العودة مجددا إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى قدوم هناك مع البريص على المركز الأول. تسيطر مع اللاند كروزر، تنطلق مع المركز الأول مع التحدي الأول. هنا بشعار متابعين الأعزاء حمد بن محمد بن ماجد البريص المري مع افتتاح الكيلومتر الأخير، يقدم لنا انطلاقة قدوم مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. المركز الثاني مع الزعبي، مع سلام، مع الجنرال سعيد بن راشد الزعبي، يقدم لنا سلام. المركز الثالث حضر المهندي وتقدم مع انطلاقة هوايل فهد بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الرابع وصلت نشبة ليتقدم خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني، يقدم لنا نشبة. المركز الخامس ميراث عبد الله بن دخيل الله بن رويشد الجهني، مرحبا يا ابو نايف مع ميراث، ولكن العودة الى الصدارة، العودة إلى الشهواني مع المقدمة، العودة مع الشهواني يا أخواني، هناك مع الشهواني وقدوم البريص. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ لمن اللاند كروزر بيك أب مع قدوم
قدوم يا البريس قدوم، انطلقت بهذه العروض المميزة، بهذه العروض الكبيرة مع اللاند كروزر بكب مع شوط الختام. هكذا هو السلام، هكذا هو النوماس، وإلا فلا. حمد بن محمد بن ماجد البريس الشواني يحاول بالمحاولات الأخيرة، ولكن قدوم 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 ذهبت إلى الفوز، ذهبت إلى السلام، إلى الانتصار، إلى اللاند كروزر بكب، إلى الزعفراني البريس. مشكور على هذا التميز وعلى هذا الأداء الكبير. المركز الثاني وصلت نجمة بشعار خليل بن عبد الهادي وخليل الشهواني الهاجر. المركز الثالث وصلت متابعينا الكرام ميراث بشعار عبد الله بن دخيل الله بن سلامة بن رويشد الجاني. المركز الرابع وصلت مع المركز الرابع عالية بشعار محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الخامس توقيت صاحبة المركز الأول هنا متابعينا الكرام قدوم حمد بن محمد بن ماجد البريس المري 6:23 94 جزء من الثانية، بينما المركز الثاني حلت مع المركز الثاني متابعينا الكرام نشمة بشعار خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني 6:24 72 جزء من الثانية. المركز الثالث حلت ميراث مع المركز الثالث بشعار عبد الله بن دخيل الله بن رويشد الجهني. قطعت مسافة 4 كيلومترات في 6:28 و72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا.